الدارك فانتازي واحد من تصنيفات الخيال، يمتاز عن الخيال العادي بنبرته وطبيعته السوداوية، إذ يحتوي على مواضيع موجهة للبالغين مع كميات كبيرة من العنف والدموية. من أبرز وأهم أعمال هذا الصنف لدينا مسلسل صراع العروش، لدينا كذلك مانجا بيرزيرك. في الأنمي لا يمكن الحديث عن الدارك فانتازي دون الحديث عن أنمي كليمور، أيقونة من أيقونات هذا الصنف سواء كأنمي وبل حتى كمانجا. كليمور واحد من الأعمال شديدة الدموية، من الأنميات التي تموت فيها الشخصيات بسهولة تامة، وتمر فيها كذلك البطلة كلير بمصاعب شديدة لذبح خصومها من الشياطين. شجاعة كتابية وجرأة شديدة من كاتب العمل. المضحك في الأمر أن هذا الأخير وقبل نشر مانجا كليمور نشر مانجا أسطورة الملاك أو أنجل دينسيتسو، والتي كانت عمل جانحين كوميدي. كيف تمكن كاتب كوميديا من كتابة عمل سوداوي ككليمور؟ الأمر يستحق الاحترام بشكل كبير فعلا. تتكلم قصة كليمور بشكل مبسط عن الطفل لاكي، والذي تتعرض قريته للهجوم من قبل الشياطين المسمات باليوما، فتتدخل فتاة كلير وهي واحدة من الكليمور لإنقاذه. خلال أطوار القصة سنتعرف على ماضي كلير، نعرف أهدافها، ألا وهو الانتقام من واحدة من أقوى اليوما المسمات ببريسيلا أو بريشيلا، أي نطق يعجبك. من الأشياء الكثيرة الجميلة في كليمور أننا نعرف أين تتوجه القصة من بدايتها، نعرف حجم القوة الشديدة لبريشيلا، بنفس الوقت نعلم أن كلير هي أضعف واحدة من بين الكليمور. سنخوض رحلتها مع لاكي ونرى التطور الكبير في شخصيتهما، العلاقة بينهما، إضافة إلى قدراتهما وغيرها العديد من الأمور. فلنتكلم قليلا عن شخصية كلير، والتي كانت في البداية شخصية فارغة دون عواطف، تعيش فقط لأجل الانتقام. عندها ماضي حزين للغاية، ومقارنة بباقي الكليمور فليست سوى حتالة. لكن الرائع وأنها مع توالي الحلقات ستقابل عدد من الشخصيات والمواقف ستغيرها كإنسانة، تطور شخصية عظيم لا نراه كثيرا. نفس الأمر يحدث كذلك بالنسبة لشخصية لاكي. كافة الكليمور يكونون نساء، هذه القاعدة البسيطة جعلت معظم طاقم العمل من الشخصيات طاقم عمل أنثوي، لكن الرائع فعلا أن كليمور قدم لنا نساء قويات الشخصية، مهيبات مقاتلات عظيمات بكاريزمات رهيبة، لكل منهن هدفها الخاص والماضي الخاص بها كذلك. كمشاهد سوف تتعلق بكافة طاقم العمل من الكليمور، وهذا شيء لا ينجح فيه كافة الكتاب، أن تجعل طاقم العمل من جنس واحد تقريبا وينجح العمل في شد المتابع، وكذلك تنجح الشخصيات في ترك انطباع إيجابي نوعا ما، لهو ميزة كبيرة بحق. وربما عتب الوحيد على العمل وخصوصا الأنمي هو الأعداء، فشخصياتهم صراحة ضعيفة تسليكية لا تشدك، خصوصا شخصية بريشيلا، واحدة من الأعداء النهائيين التي لم تكن لي معها ولو ذرة تعاطف أو تفاهم بتاتا، لا تشعر بتقلها كخصم نهائي. في المانجا ما بعد الأنمي قدمت شخصيات خصوم جميلة جدا مثل شخصية إيسلي مثلا عكس الأنمي، فما عدا بريشيلا هذه كل ما قدم من أعداء كانوا باهتين لا يعلقون في الذاكرة. وكما قلت فحتى بريشيلا لم تكن بذاك التميز الكبير، لكن مقارنة مع باقي الخصوم يمكن القول أنها كانت نوعا ما مقبولة. كليمور كعمل قدم واحدة من أعظم النساء في صناعة الترفيه ككل وليس الأنمي فقط. نعم كلامي عن تيريسا صاحبة الابتسامة الرقيقة، حسناء فاتنة قوية جبارة، شخصية علينا كتابة المعلقات كي نمدح روعتها والمستوى الكتابي العظيم الذي بلغه الكاتب فيها. فرغم أنها ظهرت في عدد حلقات قليل إلا أنها كانت أكثر شخصية تعلق بها المشاهدون. علاقتها مع البطلة كلير واحدة من أفضل علاقات الأم مع ابنتها. يكفي أنيمي كليمور تقديم شخصية تيريسا كي نقول فعلا أنها عمل عظيم ومحترم. هناك نظام تصنيف لليوما ونظام تصنيف آخر للكليمور يجعلك تعرف مستوى الشخصيات بسهولة، وهذا ما يجعل من القتالات منطقية بشكل كبير.
فمن المستحيل لكليمور متدنية الرتبة هزيمة يوما قوي. لذلك لجأ الكاتب لحيلة بسيطة للغاية، ألا وهي القتالات الجماعية، حيث تقاتل مجموعة من الكليمور يوم واحد. هذه القتالات تعتمد بشكل كبير على الذكاء والاستراتيجية، وقد كانت ملحمية بشكل ملحوظ للغاية وخاضعة للمنطق كذلك. لذلك فالقتالات المقدمة في أنيمي كليمور من دون أي مبالغة ممتازة المستوى. بنفس الوقت فالدراما في العمل من أعلى طراز، إذ أنه قد مرت 7 سنوات لمشاهدتي للأنيمي، لكني لازلت أتذكر جيدا الحلقة 7 والتي قدمت دراما من أعظم ما يكون. فلاش باك وماضي كلير شيء يدرس، هكذا تبنى الخلفية القصصية للشخصية البطلة. لا أنسى الإشادة بشجاعة الكاتب وعدم تردده في قتل أي شخصية مهما كانت قيمتها في العمل. الإنتاج نسبة لأنيمي صدر في 2007 صراحة فوق الممتاز، أبدأ فيه الأستوديو تماما. الموسيقى ليست بذلك الشيء الكبير، وكان يمكن تقديم ما هو أفضل. أما فيما يخص الرسم في المانجا فقد بدأ كرسم عادي غير مميز، لكن مع توالي الفصول تطور كثيرا، وهذا شيء يستحق عليه المانجاكا الاحترام مجددا. أما أكبر مشكلة في كليمور فهي حلقات الفيلر بنهاية العمل، والتي كانت مريعة غير منطقية، ضربت كل شيء دار في الأنيمي عرض الحائط. المشكلة الأخرى هي شخصية لاكي، والتي كانت مزعجة نوعا ما ولا تقدم أي شيء في القتالات خصوصا، لكن هذه المشكلة حلها الكاتب في المانجا، حيث صار هذا الأخير من أهم الشخصيات بالعمل. وكي لا أنسى واحدة من أهم النقاط، فغموض كليمور غموض من الدرجة الأولى، وحله رهيب وفخم. أعيب فقط على الكاتب أنه لم يملك الشجاعة الكافية كي يوسع من عالم الأحداث، ولو وسعها أنا متأكد للغاية أن كليمور كان سيصير واحد من رموز الغموض وأعلامه. نهاية المانجا كذلك الكثير يقولون نهاية غير منطقية ونهاية فان سيرفيس، وبصراحة هذا نوعا ما صحيح، لكن لن أنكر إعجابي بها وسعادتي لنهاية كليمور بذلك الشكل. عموما فأنيمي ومانجا كليمور من الأعمال التي لا يجب على أي شخص أن يفوتها، عمل دارك فانتازي عظيم، ويمكنني القول أنه لولا بعض المشاكل الصغيرة هنا وهناك لكان ماستر بيس. فكقصة وشخصيات ودراما وقتالات فقد كان فعلا عند التطلعات.